السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ صباح الخير وصباح التفاؤل، صباح المستقبل المشرق بيكم إن شاء الله. أنا الدكتور فيق بهناسي، أستاذ طب الأعصاب، هشرح لحضراتكم النهاردة الانفستيجيشن النيورولوجي، وديت داخل الكوريكولم بتاع السنة الخامسة اللي هو النيورولوجي كوريكولم. طبعا الانفستيجيشنز دي بتمثل الخطوة الثالثة في الكيس تيكنج، بيسبقها الهيستوري والاكزامينيشن، هما الاثنين بيوصلونا لما يسمى البروفيشنال دايجنوزيس، وده طبعا بنحطه في واحد او اتنين ديفرنشال دايجنوزيس. فبستخدم التول الثالثة اللي في ايديا وهي الانفستيجيشن عشان اوصل للديفينيت دايجنوزيس اللي على اساسه هبتدي احدد المانجمنت بلان اللي احنا هنقوم بيها او التريتمنت اللي العيان هيبتدي يمشي عليه. بعد ما خلصنا الاكزامينيشن والهيستوري تيكنج، المفروض ان احنا البروفيجنال دايجنوزيس بيعتمد على اجابة سؤالين مهمين جدا، هل وات از ذا ليجن اند وير از ذا ليجن. وات از ذا ليجن ده بيمثل الباثولوجي، هل هو الليجن ده اكيوت انفلاميشن، هل هو فاسكولار ديس اوردر، هل سبيس اوكيوباينج ليجن، هل هي حاجه مثلا ديجنراتيف ديس اوردر او وات ايفر. الوير ذا ليجن ده بيمثل اللوكيشن بتاع الديزيز نفسه او الاناتومي، هل هو الديزيز ده في البرين، هل هو في السباينال كورد، هل هو في النيو ماسكولار جانكشنز، هل هو في المسل، هل هو في النيرف. وطبعا على اجابه السؤالين دول بوصل للبروفيجنال دايجنوزيس اللي على اساسه هختار الانفستيجيشنز المناسبه علشان اوصل للديفينيت دايجنوزيس. طبعا اي دكتور وهو بيكشف على العيان بيبقى في تشالنجز، التشالنج ده ان هو مفروض ان هو يستفيد من التولز اللي في ايديه من غير ما يهدرها، يعني ما ينفعش. طبعا التشالنج هو ازاي الواحد يبقى بالانسد بتوين الاوفر استيميشن اند اندر استيميشن. الحاجه الثانيه قد ايه الواحد يقدر يوصل للدياجنوزس بتاعه بديجري عاليه من البريسيشن، ولما هيبتدي يدي علاج هو هيبقى كونفيدنت في المانجمنت بلان بتاعته. الانفستيجيشنز في المجمل احنا ممكن نقسمها باكتر من طريقه، لكن انا هقسمها لحضراتكم بطريقه سيمبل خالص، وهي اللي على اساسها نقدر يعني نخير نفسنا ما بين الانفستيجيشنز وايه الحاجات اللي احنا نقدر نستفيد منها لكل حال. الحاجة الأولانية اللي هي non invasive investigations، ودي ممكن نقسمها يا إما imaging يا إما laboratory يا إما functional investigations. ال imaging دي بتقيس الأناتومي أو ال structure سواء بتاع البرين أو ال spinal cord زي ال X-ray ال CT scan ال MRI ال ultrasound. ال laboratory investigation دي أنا هاخد blood sample وهعمل لها تحليل معين، وده ممكن تكون routine laboratory investigations زي blood sugar زي الليفر فانكشن رينال فانكشنز السي بي سي الاي اس ار، او سبيسيفايد انفستيجيشن، وهنا بقيس سبيسيفيك بارامترز عشان اوصل للدياجنوز زي مثلا المسل انزيمز السي بي كي والسي كي ام بي، ممكن يساعدنا في تشخيص حالات المايوباسي او المايوسايتس. الفانكشنال انفستيجيشن هنا احنا بنقيس النيورونال فانكشنز، مش بنقيس الاناتومي ولا الاستراكشر. وبالتالي هنا انا قدام تو سيتويشن، يا اما ان انا هعمل ريكوردنج للنورمال اكتيفيتي اوف ذا نيورونز اندر ريستنج كونديشنز زي الاي اي جي مثلا، او ان انا حد ستيمولس للنيورون واشوف الريسبونس بتاعها ليه ايه وعلى اساسه ابتدي احدد الابنورمال ريسبونسز زي مثلا الايفوكد بوتنشال. الحاجه الثانيه بقى في النيورولوجيكال انفستيجيشنز اللي هي الانفيزيف انفستيجيشنز، زي مثلا هاخد سي اس اف سامبل، او هاخد نيرف او مصل بايوبسي، او الانترفينشن زي ما هقول لحضراتكم دلوقتي. اول حاجه في الانفستيجيشنز اللي احنا ممكن نستخدمها الاكس راي، هو طبعا انفستيجيشن قديمه بقى لها اكتر من 120 سنه في النيورولوجيكال فيلد، لكن كتير مننا بينسى ان الاكس راي دي ممكن بتساعدنا في تشخيص بعض الحالات، وخصوصا انها تعتبر شيب انفستيجيشن، لو انا هقدر اوصل للدياجنوزس من خلالها يبقى هوفر على البيشنتس يعني فاينانشال باردن عالي. الاكس راي في المجمل هي سنسيتيف للبون وللكالسيفيكيشن، فعلى هذا الاساس انا ممكن استفيد منها في تشخيص بعض الاشياء، مثلا هنا
هنلاحظ في سكال ديفكت، هنا الاكس راي شخصته، هنا في ابنورمال كالسيفيكيشن، او ان انا من خلال سبيسيفيك فيوز مثلا زي ما انا شفت الاودونتويد بروسيس اوف ذا اكسس، هنا في حالات الاتلانتو اكزيال سبلاكسيشن لو انا احتاجت الاكس راي في حاجه زي كده. بما ان الاكس راي سنسيتيف للبون انا ممكن اشخص بيها حالات البريماتيور كلوجر اوف ذا سوتشرز زي في حالات المايكروكيفالي او الحالات التاور هيد، هنا طبعا الاكس راي سنسيتيف في النقطه دي. الاكس راي ممكن اعمل لها تعمل لي ايميجنج للفيرتيبرال كولوم، ممكن في السيرفايكال سباين الاكس راي تساعدني في تشخيص حالات زي سيرفايكال سبوندلوزس، او ان انا ممكن اعمل فولو اب لحاله مثلا زي سباينال فيكسيشن من خلال الاكس راي. حاله زي كده ممكن الام ار اي تبقى كونترا انديكيشن، والاكس راي ممكن تديني معلومه مفيده اقدر اعمل بيها فولو اب للكيس. الاكس راي برضو ممكن اصور بيها الدورسال واللامبوساكرال سباين، ممكن في حالات السباينال تروما الاكس راي تشخص لي حاله زي الويدجت فيرتبرا، ممكن اتابع بيها حاله بعد الفولو اب بعد السيرجري، ممكن تشخص لي حالات فيرتبرال ديفورميتي زي حالات السباينال سكوليوزس، او ممكن تشخص لي بعض حالات زي السبونديلولايسيسس، هنا في فراكشر بارز وفي فورورد بروتروجن للفورس لامبر فيرتبرا. هنا شخصت حاله زي كده بسيمبل مانوفر بالاكس راي، وبرضه طبعا الاكس راي بالنسبه للفاينانسز بتاعتها ما بتبقاش بنفس اسعار السي تي والام ار اي، كده انا وفرت على العيان ماني، وهو ده طبعا هيبقى الى حد ما مفيد في المانجمنت بلان بتاعتي. تاني حاجه في ايدينا في الانفستيجيشن هي السي تي سكان، والسي تي سكان برضه في النهايه هي اصلها اكس راي، يعني عبارة عن جهاز بيستخدم الاكس راي من خلال ان هو بيعمل كاتس للاورجان اللي انا ببقى عاوز اعمل له اكزامينيشن، ومن خلال الكمبيوتر بروسيسنج للايمج بيبتدي الجهاز ده يديني الشكل الاكزيال سيكشنز اللي انا ببقى محتاجها. باختصار شديد ان السي تي بيعمل اكزيال سيكشنز، بتبتدي طبعا من الفورام الماجنم وبنبتدي نعمل الاكزيال سيكشنز ابورد لحد ما بوصل للفولت. على هذا الاساس الكات سيكشنز ديت ممكن تبقى موجوده عند الفورامين ماجنم، عند البوستيرو فوسا، عند السوبرا تنتوريال ستراكشرز. السي تي بتتقاس التشو فيها بحاجه بنسميها الدنسيتي، يعني البرين بنسميه ايزو دنس، لو حاجه اكتر يعني اسمر من البرين ودي اللي بيبقى فيها ووتر كتير بنسميها هايبو دنس، ودي زي مثلا ايه السي اس اف زي الفنتركلز. الحاجات اللي فيها بلاد او فيها كالسيفيكيشن بتبان لونها ابيض من البرين، فدي بنسميها هايبر دنس. هنا ده طبعا ممكن نشوف ده حاجة اسمها باينيال بودي كالسيفيكيشن، ده نورمال استراكشر موجود في النورمال بيرسونز بتاعت السي تي اوف ذا نورمال انديفيدوالز. السي تي طبعا لها مود معين بنسميها البون ويندو، من خلاله بخلي الايمج تبقى مور هارد عشان تبين لي السكال بشكل مور ديليكت ومور اكيوريت، وبهذا الاساس طبعا ممكن اشخص حالات التروما الهيد تروما لو في فيشر او فراكشر في السكال بقدر اشخصها بالمده. هنا ديت السي تي ساعدتنا في تشخيص حالات السيريبرال انفاركشن، الانفاركشن بيبقى فيه بيبقى لونه هايبوتنس عن البرين، ممكن انا من خلاله ابتدي احدد اللوكيشن بتاعه، وعلى هذا الاساس برضو ممكن ابتدي احدد المانجمنت بلان. يبقى الانفاركشن نفتكر هو بيبقى لونه هايبو دنس، يعني اسمر من لون البرين، بس هو اللون بتاعه بيبقى في النص ما بين السي اس اف وما بين البرين تيشو، يعني هو يبقى افتح من السي اس اف شويه واسمر شويه من البرين تيشو. الهيموريدج بيبان لونه ابيض لان هو فيه هيموسيدرين، فطبعا هنا ديت هيماتوما فرونتال هيماتوما، في تمبرو بارييتال هيماتوما، في هنا الاليبتيكال هيماتوما ديت نتيجه سكالت نتيجه هيتروما بنسميها ايبيديورال هيماتوما. في نقطه هنا مهمه جدا، السب اكيوت هيماتوما يعني الهيموريدج بعد فتره بيبتدي الدنسيتي بتاعته تقل وتقرب من البرين تيشو فيبقى اقرب لايزو دنس، ديت حاله سب ديورال هيماتوما، ونلاحظ ان الهيموريدج هنا بقى ايزودنس.
مع اللونج ستاندنج الكرونيك هيماتوما ممكن تبقى هايبو دينس زي حالات الكرونيك سب ديورال هيماتوما، نلاقي الدينسيتي بتاعتها بقت اقل من الدينسيتي بتاعت البرين تيشو. اللي احنا عارفين السي اس اف اتفقنا ان هو يبقى لونه اسمر لان هو بيبقى هايبو دينس لان هو فيه ووتر. لو انا عملت سي تي ولقيت السبيسز بتاعت السي اس اف لونها ابيض والسي تي ديت مش وزود كونتراست، يبقى انا كده هنا في بلاد في السي اس اف، يبقى ديت احنا بنشخص بيها حالات السب اراكنويد هيموريدج. السي تي طبعا ممكن استخدم معاها كونتراست اللي هو الجادولينيوم، ومن خلالها ممكن اشخص حاله سبيس اوكيوباينج ليجن. لو لاحظنا هنا السبيس اوكيوباينج ليجن حواليه زون هايبودنس شويه نتيجه ان في حواليه فازوجينيك برين اديما. السي تي ممكن تساعدنا في تشخيص حالات الهيدروكيفالس، هنا في هيوج دايليتيشن اوف ذا لاترال فينتركل. هنا طبعا ممكن نلاحظ جدا اللاترال فينتركل والفورس فينتركلز والثيرد فينتركلز دايليتد نتيجه حالات هيدروكيفالس. حالات الهيدروكيفالس ممكن لو انا اركب شنط ممكن اعمل لها فولو اب من خلال السي تي واتاكد ان الشنط ديت شغاله. السي تي اتفقنا انها بتساعدنا في حالات الهيتروما، هنا طبعا هنا نلاحظ ان في سكال فراكشر باين تماما في البون ويندو بتاع السي تي، هنا برضو السكال في فيشر فراكشر واضح، هنا في سب ديورال هيماتوما، وهنا نلاحظ الهيماتوما هنا فيها مالتيبل دنسيتيز، الابر بوردر بتاعها هايبو دنس لانها اولد والريسنت بارت بتاعها هايبر دنس، يبقى ديت ايه ايجنج مالتيبل ايجنج هيماتوما. السي تي ممكن طبعا نصور بيها الفيرتبرال كولم بتساعدنا في حالات السباين تروما، هنا في ويدجت فيرتبرا وهنا طبعا برضو باين الويدجت فيرتبرا في السي تي. نلاحظ هنا ان السي تي باينه انها 3 دايمنشن، دي بنسميها سبايرال سي تي. نفس الكلام برضو السبايرال سي تي ممكن تساعدنا في السكال، نصور بيها السكال تروما، ممكن نساعد اللامبو ساكرال سباين، ممكن نشوف بيها السيرفايكال سباين، وخصوصا في حالات التروما او في حالات طبعا اتفقنا ان السي تي هي عبارة في الاول والاخر هي اكس راي، فبالتالي هي بتبقى مور سنسيتيف في البون ستراكشرز او الكالسيفيكيشن. جهاز السي تي العادي كان المفروض ان هو في البداية خالص بيعمل مقطع واحد بنسميه مونو سلايس سي تي، لكن مع التطور بتاع الماشين نفسها بدأ يقدر يعمل أكتر من سلايس ات ذا سيم مومنت، ممكن يعمل 4 سلايسز، ممكن يعمل 16، ممكن يعمل 64، 128 مالتي سلايس، ممكن يبقى يعمل 256 مالتي سلايس. طبعا حضراتكم هتسألوا طب ايه الفايدة ان انا اعمل 256 مالتي سلايس في نفس اللحظة؟ ده هيدينا تو اوبورتيونيتيز، الأول حاجة ان هو هيقلل التايم اوف اكزامينيشن، الحاجة التانية بدل ما المريض يقعد على الجهاز فترة مثلا 10 دقايق أو كذا ممكن الإكزامينيشن كله بيتم في أقل من دقيقة. الحاجة التانية هو هيديني الأوبورتيونيتي إن أنا أقدر أصور البلاد فيزلز، فدي بنسميها سي تي أنجيو. السي تي أنجيو إن أنا بحقن كونتراست ومن خلال المالتي سلايس سي تي أقدر أشوف هنا ده طبعا الكومون كاروتيد والبايفوركيشن بتاعه بتاع الانترنال and external carotid arteries، ممكن اصور الانترا سيربرال بلاد فيزلز ومن خلاله ممكن اشخص حاله مثلا زي السيربرال انوريزم، هنا واضح الهيوج انوريزم اللي موجوده في السيربرال بلاد فيزل. الحاجه بقى الثالث اللي احنا هنتكلم عليها رقم 3 هي الماجنتيك ريزونانس ايمجينج، وده يعتبر بريك ثرو في الميديسن، يعني هي دخلت في الانفستيجيشنز من سنه 1988، ومن ساعتها طبعا حصل تطور ضخم جدا 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 في كيفية الانفستيجيشن والوصول للدياجنوزس بأكيوراسي عالية جدا جدا. الماجنتيك ريزونانس بتدينا اوبورتيونيتي كبيرة جدا لأنها بتستخدم الماجنتيك فيلد مش الإكس راي. استخدام الماجنتيك فيلد هيساعدنا في ان هو بيبقى مور سنسيتيف للسوفت تيشو، يعني بيشوف البرين بارينكيما بشكل ادق شويه من السي تي، وعلى هذا الاساس انا اقدر اشخص حالات فيها الليجنز بتاعنا بيبقى مينيوت ليجنز. الام ار اي بتدينا اوبورتيونيتي انها بتقدر تعمل اكزيال سيكشن زي بتاعه السي تي،
وفي نفس الوقت ممكن تعمل لي سيجيتال سيكشنز او ممكن تعمل لي كورونال سيكشن. يعني علشان اسهل على حضراتكم، الام ار اي فيها اتنين سيكونسز اساسيين، التي 1 سيكونس اللي هو فوق دلوقتي والتي 2 ويتد ايمجز. التي 1 باختصار شديد هو السي اس اف فيها بيبان لونه اسمر، لكن التي 2 بيبقى السي اس اف بيبان لونه ابيض. طبعا الاستخدام السيكونس ده بيبقى كل ديزيز بيبقى فيه سنسيتيفيتي للام ار اي في تشخيصه، في التي 1 بيبقى اكتر، في التي 2 اكتر، وهكذا. بعد كده بقى الصورتين دول التي 1 والتي 2 ممكن يتعمل لهم بوست بروسيسنج، ومن خلاله اقدر ازود السبيكترم بتاع السنسيتيفيتي بتاع الام ار اي. هنستخدم مود في الام ار اي بنسميه ديفيوجن ويتد ايمج، وده بيساعدنا في تشخيص الانفاركشن فيري ايرلي، يعني في خلال مينتس ممكن السيربرال انفاركشن يبان في الام ار اي ديفيوجن ويتد ايمج، لكن في اللحظه ديت ممكن السي تي بتكون ستان ليس مور اور ليس نورمال. طبعا تشخيص الانفاركشن ايرلي بيساعدنا ان احنا نقدر نستخدم الثرومبوليتك ثيرابي في الحالات الكانديديت للانترافينوس ثرومبولايسيس. الام ار اي تقدر تساعدنا في تشخيص مثلا حالات الميتاستاسيس في حالات السبيس اوكيوباينج ليجنز والتيومرز، السنسيتيفيتي بتاعتها عاليه جدا جدا جدا، وبتوصلنا للتشخيص بصوره يعني عاليه في معظم الديزيزز اللي هي بتاعه السوفت تيشو. الام ار اي هايلي سبيسيفيك في حاله مالتيبل سكليروسيس، بتقدر تورينا البليكس اوف ذا مالتيبل سكليروسيس، وخصوصا في التي 2 ويتد ايمجز وفي الفلير واحده من البوست بروسيسنج بتاعه الام ار اي. هنا حاله الام ار اي مورياني حاله اتس نيرف شيفانوما اللي هي الاكواستيك شيفانوما، بنلاحظ تماما فيها الانترا كاناليكولار اكستنشن، وهنا مشخصه الحاله بشكل اكيوريت والتيومر واضح تماما في الام. هي حالة مننجيوما واضحة، هنا ده تي 1 وزود كونتراست، ولما حققنا الكونتراست التيومر خد الجادولينيوم، وهنا ده من ضمن الكاركترز بتاعة الفاليسيان مننجيوم. الام ار اي سنسيتيف تماما في السباينال كورد، مهمة جدا بنستفيد فيها ان احنا بنشخص حالات المايلايتس، حالات الام اس اوف ذا سباينال كورد. في نقطة هنا نلاحظها قوي، وهي حتة التي بتاعت الام ار اي دي بنسميها التسلا، ودي وحدة قياس الام ار اي. يعني معنى كده ان مش كل اجهزة الام ار اي بنفس القوة، احنا في الجهاز بيبتدي من اول تلت تسلا لحد 7 تسلا، بس طبعا 7 تسلا ده بيبقى موجود في ريسيرش سنترز، لكن المجمل دلوقتي بقى 1.5 و3 تسلا. مهم جدا وانت بتطلب الام ار اي لازم تبقى عارف انت بتفكر في فانهي دياجنوزس. يعني لو انا بفكر في حاله مالتيبل سكليروزس، ما ينفعش ان انا اطلب لها ام ار اي اقل من 1.5 تسلا، يبقى انا كده ممكن اهدر الانفستيجيشن ده واصرف عليها مصاريف وما يساعدنيش في التشخيص. يبقى هنا برضو نقطه مهمه جدا، وانا بطلب الانفستيجيشن مش مجرد ان انا هطلب ام ار اي بس، لازم ابقى فاهم انا طالبها لانهي ديزيز، وهل الماشين الفيلد سترينث بتاع الماشين ده كافي ان هو يشخص الحاله ولا لا. الام ار اي ممكن برضو تصور لنا الدورسال سباين وممكن اللامبو ساكرال، بتساعدنا كتير في حالات زي مثلا هنا في كولابسد فيرتبرا، ممكن بتساعدنا في حالات الديسك. الام ار اي ساعدتنا في تشخيص حاله لامبر كانال ستينوزس، وهنا ممكن الام ار اي ساعدتنا في ان احنا ملاحظين ان فيها سبونديلو لايسيزس ما بين ال 4 وال 5 في فورورد بروتريوجن اوف ذا ال 4 فيرتبرال بودي. الام ار اي اتفقنا انها بتساعدنا في تشخيص حاله، هنا نلاحظ المايلايتس اللي واضحه في السيرفيكال سباينال كورد، هنا في الكروس سيكشن المايلايتس واضحه. انا قصدي ان الام ار اي ده تول مهم جدا، احنا لازم لما نيجي نطلبه نبقى احنا عارفين بالظبط ايه احنا نقدر نستفيد منه، علشان ده ممكن يساعدنا كتير جدا جدا في الوصول للديفينيت دياجنوز.
الـ MRI ممكن تساعدنا في تصوير البلاد فيزلز اللي هي بنسميها MR انجيوجرافي. وهنا في نقطة مهمة جدا، مش عاوزين دايما نقول والله الـ MRI more sensitive عن الـ CT، مفيش حاجة اسمها absolute بالشكل ده. الـ CT لها الحالة بتاعتها اللي هي بتبقى more sensitive عن الـ MRI فيها، والـ MRI العكس. اتفقنا ان الـ CT بتبقى more sensitive في البون والكالسيفيكيشن، الـ MRI more sensitive في السوفت تيشو. لما نيجي بنصور البلاد فيزلز، انا عن نفسي بشايف ان السي تي انجيوجرافي مور سنسيتيف عن الام ار انجيوجرافي. فبالتالي انا لو خيرت ما بين السي تي والام ار اي، هطلب السي تي انجيوجرافي، هيبقى مور سنسيتيف الا اذا كان في كونتر انديكيشن. الام ار اي ممكن تصور للديورال ساينسز، وفي الحاله دي بنسميها ام ار فينوجرافي. لو انا عندي حاله مثلا سسبكتد انها ساينس ثرومبوزس او كده، ممكن الام ار فينوجرافي تساعدني في التشخيص. الحاجه بعد كده بقى الانفستيجيشن اللي بعديه اللي هو الالترا ساوند، ده واحده من النون انفيزيف انفستيجيشن، وهي طبعا في النيورولوجي بيبقى استخداماتها لتصوير البلاد فيزلز سواء الاكسترا كرينيال او الانترا كرينيال بلاد فيزلز. ممكن تساعدني في تشخيص حاله مثلا اثيروسكلروزس او ستينوزس في الكاروتيد ارتريز، او ممكن بتساعدني في تشخيص حالات الاوكلوجن في الانترا كرينيال بلاد فيزلز. وممكن بنستخدمها احنا دلوقتي ان احنا نعمل فولو اب لريكانالايزيشن اوف ذا بلاد فيزلز بعد ما بنحقن الانترا فينوس ثرومبولايسيس. هنبتدي بقى نتكلم في الفانكشنال انفستيجيشنز اللي هي النيوروفيسيولوجي، واتفقنا ان احنا هنقسمها لحاجتين، حاجه يا اما هتقيس لي النورمال اكتيفيتي اللي هي طالعه من الريستنج نيورونز، يا اما حاجه هتقيس لي الايفوكت بوتنشال اللي هو انا حد ستيمولس للنيورون واشوف الريسبونس بتاعها. مثال للشيء اللي هو بيقيس السبونتينيوس اكتيفيتي اللي هو الالكترو انكيفالوجرام، ده عباره عن الكترودز بنحطها على الفولت، مش هنتكلم في التفاصيل بتاعتها الدقيقه، لكن هي في النهايه بتقيس السبونتينيوس اكتيفيتي اللي طالعه من السيريبرال كورتكس. لو انا الاكتيفيتي دي نورمال بيبقى ده بتديني باترن معين، ولو حصل في ابنورمال ديستشارج ده ممكن الاي اي جي بيساعدني في تشخيص حالات زي حالات الابيليبسي. مش هنتكلم في التفاصيل قوي بتاعت الاي اي جي، لكن احنا ده الشكل الطبيعي بتاع حاله بتاع الاي اي جي اوف ذا نورمال ديستشارج اوف ذا برين. مش هتكلم بالتفاصيل الدقيقة، لكن هنا نلاحظ ان في هنا abnormal activity. الـ abnormal activity دي موجودة في الـ EEG ومن خلالها ساعدتني في تشخيص الـ epilepsy. الـ abnormal activity ديت على حسب الـ distribution بتاعها، ممكن تبقى focal ممكن تبقى generalized، وده طبعا هيساعدني بعد كده في انتقاء الـ selection of the anti-epileptic drugs عشان يبقى suitable للـ type of the epilepsy of the patient. الانفستيجيشن اللي بعد كده اللي هي النيرف كوندكشن، ودي واحده من الايفوك، ده انا بدي الكتريك امبلس للنيرف وبشوف النيرف كوندكشن فيلوسيتي والامبليتيود اوف ذا افوكدو بوتنشال، ومن خلاله اقدر اشخص حاله هل في مثلا انترابمنت النيرف، هل في دي مايلينيتنج نيوروباسي، هل في اكزونال نيوروباسي، وكل واحده دي هتؤدي لدياجنوزس معين ومانجمنت بلان معين. هنا هنلاحظ ان في نيدل الدكتور بيعمل لها انسيرشن في المسل، ده الاي ام جي، ده بيقيس المسل اكتيفيتي، وطبعا بعد ما بندي ستيمولس للمسل، وده ممكن برضه يقيس لي ريستنج اكتيفيتي او الايفوك، ده بيساعدني في تشخيص حالات المايوباسي، وحتى في بعض حالات النيوباسي بتساعدني الاي ام جي في النقطه دي. هنيجي بعد كده اتفقنا اللي هو الايفوكدو بوتنشال، الايفوكدو بوتنشال هيعمل ستيمولاس للريسبتور ويشوف الريسبونس على السنتر بتاع الريسبتور ده في البرين. انا ممكن ادي فيجوال ستيمولاس واشوف الريسبونس على الاوكسيبيتال لوب اللي هو الفيجوال اريا، ده بنسميه الفيجوال ايفوكدو بوتنشال. ممكن ادي كليك ساوند اللي هو الايوديتوري واشوف الريسبونس بتاعنا على التمبرال لوب، ده هيدينا برين ستيم ايفوكدو بوتنشال. يا اما ممكن ادي سنسور ستيمولاس واشوف الريسبونس بتاعنا على السنسور اريا، وده بنسميه سوماتو سنسور ايفوكد بوتنشال. طبعا هنا في باس واي بيبتدي من الريسبتور وبينتهي عند السيريبرال سنتر بتاع السنتر بتاع البرين.
لو الباسوي ده فيه مشكلة، من خلال الايفوكتو بوتنشال ده اقدر اتوقع المشكلة دي فين وممكن يساعدني في تشخيصها. بعد كده هنبتدي بقى نتنقل للانفيزيف انفستيجيشنز، واهمهم طبعا السي اس اف. السي اس اف دي واحدة من الفيرست نيورولوجيكال انفستيجيشنز في الهيستوري، يعني ده موجود من سنة 1890. ده واحدة كانت في لحظة من اللحظات، هو الاونلي انفستيجيشن اللي بيعتمد عليها كل النيورولوجيست. طيب بعد الايرا اللي موجودة، احنا عندنا سي تي وعندنا ام ار اي والترا ساوند وهكذا ونيورو فيسيولوجي. طب انا ممكن احتاج السي اس اف في ايه؟ انا ممكن السي اس اف يساعدني في دايجنوستيك، يعني ممكن من خلاله اشوف السي اس اف بريشر، وده بيساعدني في تشخيص حالات زي الايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن، او ان انا هاخد سي اس اف سامبل واحللها، وده ممكن يساعدني في تشخيص حالات زي حاله السي اس اف انفكشن زي المننجيتس او الانكفاليتس. السي اس اف برضه ممكن يبقى ثيرابيوتيك، ممكن احقن الاناسيزيا زي في حالات السباينال اناسيزيا، او ممكن ادي انتي تيومر ايجنت. احنا اتفقنا ان الانفيزيف انفستيجيشن هيبقى لها مشاكلها، في كومبليكيشنز ممكن تحصل من خلالها، لان انا مدخل نيدل جوه سي اس اف، ممكن يحصل لي بليدنج، ممكن يحصل لي انفكشن، ممكن يحصل بوست سباينال هيديك نتيجه سي اس اف ليك. واكتر مشكله ممكن تواجهني ان يحصل برين هيرنيشن لو انا مش واخد بالي وعملت سي اس اف سامبل في واحد عنده سبيس اوكيوباينج ليجن انتراكرينيال، وده ممكن يعمل لي ترانس تنتوريال او ترانس ماجنال هيرنيش. فبالتالي انا وانا بعمل انفيزيف انفستيجيشن لازم اخد احتياطات كامله، لازم اعملها اندر كومبليت اسيبتيك تكنيك، لازم اتاكد تماما ان البيشنت ما بياخدش حاجه انتي كواجولانت، لازم اتاكد ان هو ما عندوش بليدنج تندنسي، علشان مش من خلال الانفيزيف انفستيجيشن ده ادخل البيشنت في كومبليكيشن او في مشاكل هو كان في غنى عن حدوث. لما هدخل النيدل في السي اس اف سبيس، السب اركنويد سبيس، هيطلع لي سي اس اف. الطبيعي بتاعنا السي اس اف بريشر بيبقى من 80 ل 180 ملي متر ووتر، هو بيبقى كلير كلرلس فلويد، السيلز بتاعته اقل من 5، كلهم ليمفوسايتس ما فيهوش بوليمورف، البروتينز من 20 ل 40 ملي جرام، الجلوكوز من 50 ل 80 ملي جرام بير 100 ملي، والكلورايد من 700 ل 750 ملي جرام. طبعا ده روتين سي اس اف اكزامينيشن. في طبعا حاجات ادفانسد في السي اس اف عشان يشوف اوليجو كلونال بانس او على مايلين بيزك بروتين، لكن دي مش موضوعنا دلوقتي. ده الحاجات الاساسيه اللي هو ممكن من خلالها لو حصل ديستربنس اقدر اشخص حاله، مثلا لو البلد زاد يبقى انا كده ممكن قدام حاله سب اركنويد هيموريدج، لو السيلز بقت عاليه يبقى انا كده قدام حاله مننجيتس او انكفاليتس، وكل واحده طبعا بيبقى لها الباترن ولها الكرايتيريا بتاعتها. طيب ازاي انا هعمل حاله سي اس اف؟ احنا الطبيعي اتفقنا عارفين ان السباينال كورد بينتهي عند اللور بوردر اوف ال 1 سباينال فيرتبري، فبالتالي انا مش هقدر احقن الا تحت الليفل ده. في الطبيعي ان احنا بندخل النيدل في المكان اللي هو ما بين ال 3 وال 4، وهو ده بيبقى عند الليفل اوف ذا ابر بوردر اوف ذا اليا كريست. بدخل النيدل، البيفل بتاعها بيبقى فيرتيكال علشان يعمل سيباريشن للديورة، ما يعملش كاتنج وما يعمليش بعد كده سي اس اف ليك، وبعد كده بعمل المانوفر اندر كومبليت اسيبتيك تكنيك.
هنبتدي الحاجة التانية في الـ invasive investigation اللي هي new intervention. احنا عندنا واحدة من أحدث الـ new intervention units في الجمهورية، في جهاز فيليبس بايبلين، واحد من أحدث الأجهزة بتاعة الـ intervention، ومعانا تيم من أقوى teams of new intervention في جمهورية مصر العربية. أنا براود طبعا بالوحدة، النتائج بتاعتها ممتازة. ممكن طبعا الانترفينشن بيفيدني في التشخيص، ان انا ممكن اشخص حالات سيربرال انوريزم في حالات السب اراكنويد هيموريدج، او ان انا ممكن اشخص حاله ارتيريال اوكلوجن في حالات الاستروك. وبرضه في المانجمنت نيو انترفينشن في حالات السب اراكنويد هيموريدج هيعمل كويلنج ويعمل سيلنج للانوريزم، وفي حالات الانفاركشن ممكن النيو انترفينشن تيم بيساعدنا في حالة ميكانيكال ثرومبيكتوم ان احنا نخش ونسحب نعمل ساكشن للثرومبس اللي هي عاملة لي اوكلوجن للبلاد فيز. اخر حاجة طبعا المسل والنيرف بايوبسي، ودي بنحتاجها في حالات قليلة، في حالات اذا كنت انا هعمل طبعا هشوف الهيستوباثولوجي للمسلز، وديت طبعا بتبقى اللاست ثينج تو بي ديلد، قليل جدا لما بنبقى محتاجين حاجة زي كده، وطبعا بتبقى حالات very very difficult في الدياجنوسيس. يهمنا سؤال في الآخر بقى، هاو إن أنا أستخدم الانفستيجيشن في السيوتابل بتاعها. يعني أنا دلوقتي إحنا قلنا إن الانفستيجيشن ده طول في إيدينا، طب إمتى هستخدمها؟ طب واستخدمها مع أنهي بيشنت؟ إمتى هستفيد منها الاستفادة القصوى؟ احنا قلت في المهم لازم نفهم ان الانفستيجيشن دي اندلس، في حاجات انا قلتها وحاجات لسه ما قلتهاش وحاجات لسه بتستجد في الانفستيجيشن. لازم انا احط الانفستيجيشن في البوزيشن بتاعها الصح. لو انا حطيت الانفستيجيشن في غير النيد بتاعها، ممكن هي توصلني لدايجنوزس غلط. يعني احنا مثلا في عيان ما عندوش ابيليبسي، وانا طلبت له اي اي جي فور وات ثينج، الاي اي جي سنسيتيفيتي بتاعته ممكن يبقى فيه ميستيكس بنسبة 25%. يعني لا يعقل ان انا عندي مثلا في كل 4 حالات ممكن يبقى عندي حالة نون ابيليبتيك، وانا ماشيه على انتي ابيليبتيك دراجز وممكن تمشي عليها لمدة سنين. هنا سوء استخدام الانفستيجيشن واستخدامها في غير المكان بتاعها ادى لمشكلة، مش ادى ان هو ساعدنا في التشخيص. يبقى بالتالي انا يهمني اول حاجة ان انا احط الانفستيجيشن في المكان اللي انا اقدر استفيد منه. الحاجة التانية هاو تو تشوز، يعني انا امتى هيتمني. مش معقولة مثلا في ما فيش حاجة اسمها ريدي ميد انفستيجيشن، يعني انا مش حاجة العيان هيجي لي حاجة غمدي كده كاتب له على كل الانفستيجيشن، لكن انا هطلب له حاجة او اتنين، لان الكوست بينفيت ريليشن شيب بالنسبة لي مهمة جدا. فبالتالي انا لو كنت مخير ما بين تو انفستيجيشن الاتنين نون انفيزيف والاتنين لهم نفس السنسيتيفيتي في التشخيص بتاع الحالة، يبقى أنا كده هلجأ للأقل في الكوست بتاعها. يبقى أنا لازم كوست بنفيت مهم جدا. طب لو أنا قدامي تو انفستيجيشن والاتنين هيشخصوا لي الحالة، بس واحد انفيزيف وواحد نون انفيزيف، يبقى أنا في الحالة دي هختار نون انفيزيف حتى لو هو كان مور اكسبنسيف. يبقى احنا كده يا شباب لازم نفهم حاجة مهمة جدا، التول بتاعنا الانفستيجيشن از ا دبل ايدجد سورد، يعني سلاح ذو حدين، يا اما احنا هنقدر نستخدمه ويفيدنا في التشخيص، يا اما احنا هنسيء استخدامه وممكن يحركنا في اتجاه يبقى ميس دايجنوزس، هنضيع وقت العيان وهنضيع هنعمل اوفر بيردن وهنزود الكوست والفاينانسز على العيان بدون ما نستفيد منه. اتمنى لكم ان شاء الله كوريكولم موفق، وأتمنى إن احنا نتقابل إن شاء الله بعد كده في النيورولوجيكال تريننج إن شاء الله في الامتياز. أشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.